نعم رياج، هلا بدنا نروح ننتقل لقرى الاسد مباشره مع زميلتنا سلمى عوده. طبعا ضمن نشاط بتتضمن فعاليه تحيه لجيشنا العربي السوري، طبعا التفاصيل رح تكون مع سلمى. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير إليك زينب، وصباح الخير لأريج ولكل مشاهدي برنامج صباحنا غير على الإخبارية السورية. نحن حاليا متواجدين في ساحة بلدة قرى الأسد، الآن خلفي تبدأ التحضيرات لانطلاق مهرجان قرى الأسد الأول، واللي رح يضمن ماراثون أيضا تحية للجيش العربي السوري. رح نكون معكم على الساعة 10 تماما بنقل مباشر لفعاليات الماراثون. الآن عم نرصد التحضيرات، ومعي أيضا دارين سلو من اللجنة المنظمة للمهرجان. يسعد صباح. صباح النور، اهلا فيكم. يعطيكم العافية بداية، وعم نشوف بالكاميرا خلية نحل حاليا تحكي لنا عن التحضير. اهلا وسهلا فيكم ببلدة قرى الأسد، بهي البلدة اللي هلا عم تساوي مهرجان سنوي رح يصير. هيدا المهرجان رح يبدا الساعة 10 بفعاليات لسباق الماراثون وتدشين. بدي اطلب منك ترافينا بجولة ضمن الفعاليات، وتفضل ايهاب اذا بتقدر تسبقنا مشان نكون على الهواء عم نشوف التحضيرات. يعني حاليا نحن عم نشوف حاليا امامي الاستعداد للماراثون، احكي لي مين رح يكون مشارك. هلا رح يشارك بالماراثون الفئات العمرية المشاركة. أول شيء رح يكون مشاركين جرح الجيش العربي السوري اللي هن على خلفية النصر اللي صار بسوريا، رح يكونوا مشاركين معنا تماما. وأيضا رح يكون مثل ما عم نشوف فرق موسيقية، تحكي لي عن الفرق الموسيقية المتواجدة. طبعا في فرق وفي مشاركة تماما. ايضا الاتحاد الوطني لطلبه سوريا مشارك معكم وغيرهم من يا ريت تخبريني عنه. رح يكون في الاتحاد طلبه سوريا، رح يكون الاتحاد العام الرياضي، اتحاد شبيبه الثوره، والفئات الاهليه المشاركه بالقرى. نعم دارين، بدي اتشكرك، ورح نكون معك اكيد الساعه 10 على الهواء. وايضا بدي ارصد مع الزميل ايهاب بقيه التحضيرات خلفي تماما اذا بتقدر تاخذ ايهاب. حاليا الفرق الموسيقيه المتواجده اللي راح تكون موجوده على الساعه 10، وايضا نصب تذكاري للجندي العربي السوري سيتم افتتاحه في تمام الساعه 10 صباحا من قبل محافظ ريف دمشق. رح يكون في تدشين الجندي العربي السوري بسيد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم، ورح يكون كمان في يكون كتار على الساعه 10 معنا، ونحن كمان رح نكون معكم اكيد. ومثل ما شايفين حاليا التحضيرات، هي كانت بعض من اجواء التحضيرات زينب واريج، وبدي ارجع لكم للاستوديو. قلنا رجع اكيد على الساعه 10 لحتى نكون على الهواء مباشره مع انطلاق الماراثون. شكرا لك سلمى، واكيد بنتمنى لهالماراثون ينال التوفيق والنجاح، واكيد نرجع نلتقي فيكي. شكرا.